أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها واتقوا الله اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما
بسم الله وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن وَإِنْ أَنْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا
ولا وأمهات نسائكم
فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فآتوهن أجورهن
ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعض الفريضة إن الله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض أنكحوا فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من ذلك لمن خشي اللعنة منكم
ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. صدق الله.